المبادرة دائما تنشأ عن حاجة، فنحن فكرنا كيف ممكن تكون سوريا أفضل. ناقشنا هاي الفكرة كفريق من المهندسين الشباب بمحافظة حمص بعد تحليل لمنعكسات الحرب على سوريا، وتقدمنا بالمبادرة بشكل خطي بديوان محافظة حمص، وبدأنا تشكيل الفريق بعد حصول على الموافقات الإدارية. تطور المشروع من خلال المناقشات لتحول من فكرة لمشروع. كانت بداية المشروع هو ربط البحر المتوسط بالحدود السورية العراقية، لكن كنا ما نناقش آلية هاي الربط، شو هي المسارات الأنسب. وصلنا للمسار بعد عدة سنوات من الدراسة انسجاماً مع مشاريع عملاقة موجودة مثل مشروع الحزام والطريق اللي طرحته الصين، تجاوباً مع طريق الحرير اللي دعا إليه الرئيس الصيني. فإحنا طريق الحرير طبعاً عملنا محاضرة فوراً، هو الحكي كان تقريباً 2013-2014 في بحمص، بادروا فوراً الشباب هناك بالخدمات الفنية وباتفاق مع جامعة البعث لأن يكونوا سباقين للانضمام لهذا الطريق، ونلزمهم أو مو نلزمهم يعني إنه نقولهم إحنا جاهزين لانضم لهذا الطريق، أو بدراسة طويلة بحيث أنه يكون الخط يمر تقريبا من ليش سموه مثلا طرطوس بغداد، طرطوس بغداد لأنه ببغداد تقريبا أو بالخليج العربي هناك في ميناء أو في مرفأ، وبطرطوس في مرفأ، فالأمر طبعا ملتزم. فهذا المر راح يمر تقريبا بالخط بتدمر، وتدمر تذكرنا كما كانت سابقا يعني هي عاصمة عريقة قديمة، فإذا راح ساعة عمدوا أنه يمر الطريق من تدمر، وعليه أن يكون بناء كما أن تبنى مدن وأبنية ومزارع ذاتية الاكتفاء الذاتي، يعني بمعنى آخر تغذية ذاتية الطاقة ذاتية، وأن ينظر أو يعاد النظر بمواد البناء التي تبنى من هذه منها هذه الأرياف أو هذه المدن. لما بدأنا بالمشروع كان عندنا هدفين، الهدف الأول هو الانضمام لمبادرة حزام والطريق، طبعا هي كانت محاولة مبكرة بسوريا لحتى نفكر نحن بموضوع الانضمام. الهدف الثاني كان توجيه النمو السكاني شرقا باتجاه البادية حتى نحافظ على الأراضي الزراعية. مثل ما بتعرفي حضرتك أي نمو سكاني بالأراضي الزراعية هو على حساب هاي الأراضي. لما نتجه باتجاه الشرق نحن نتجه على أراضي أقل خصوبة، وهي بتكون النمو السكاني أفضل بالنسبة لنا هناك. لكن اخترنا الشكل الخطي لهذا النمو لحتى يكون عندنا سكن متصل مع حدائق ومزارع منزلية. المحاضرة اللي عم بنشوفها اليوم محاور التنمية المستدامة كتير محاور هامة ومهم انه عم بتصير بالتنسيق مع جامعة البعث، وبتمنى ان شاء الله يكون تنسيق ايضا معنا بالجامعة الافتراضية. طلابنا ايضا مهتمين بالعمل الرقمي بالعمل على المحاور الهندسية والبرامج والكل مستجدات العلم بمجال الهندسة بالعالم، وكتير مهم أنه نحن كسوريين دائما الكفاءات والمبادرات اللي عم بتصير هي عم بتأكد أنه لسه مهندسينا متابعين أهم مستجدات العلم بهذا المجال وقادرين يساهموا بشكل كتير كبير بإعمار وبناء سوريا بالأيام اللي جاية. المشروع هو بمرحلة الدراسة، لحد الآن هو بمرحلة الدراسة، نتيجة أنه هو بده يكون منسجم مع مشاريع حكومية موجودة، سواء بالهيئات مثل هيئة التخطيط الأقليمي، هيئة التخطيط التعاون الدولي. فنحن ما تمت الموافقات على المشروع كانت بانتظار إقرار هذه المشاريع الحكومية، هلأ وصلنا لمرحلة الإقرار. اليوم هدفنا مناقشة أنه كيف ننقل هذا المشروع من محافظة فرعية لمحافظة دمشق اللي هي العاصمة لحتى هذا المشروع يتحول لبرنامج عمل حكومي بعد إقراره من الجهات ذات الصلة. المحور رح يكون ما هو فقط طرطوس بغداد، رح يوصلنا إلى قرطاجة، إلى الأندلس، إلى شمال إفريقيا. موجودين نحن هنيك آراميين موجودين من زمان يعني بقدم كبير. فالمحور رح يصير عدة قضايا، وقضايا ثقافية، قضايا حضارية، قضايا اقتصادية بكل المناحي، ورح يعيد تشكيل المنطقة من جديد. يعني نحن بحاجة إلى تحريك على محور حقيقة له قدم كبير وله تاريخ. طريق الحرير نعم، لكن نحن بدنا طريق الحرير الحديث الجديد يعني ونحن كسوريون بهمنا الناس كلياتها توقف معنا الآن.
في حمايتنا من التعديات اللي صارت، من الخسائر اللي صارت بالأرواح وبالكنوز الثقافية والإنسان، وأدت إلى حالة جدا من الحصار ومن الصعوبات والتعقيدات. لما بدأنا بهذا المشروع بدأنا نقاشات داخل الجهات العامة، انضم المهتمين لهذا المشروع اللي حابين أن يقدموا وجهة نظر لإعادة الأعمار أو للتنمية المستدامة مستقبلا. بدأنا بتكوين هذا الفريق على عدة مراحل من خلال مراسلات رسمية مع الجهات العامة. لما أنشأنا مجموعات عمل على مواقع التواصل الاجتماعي، زملائنا اللي خارج سوريا صاروا يتواصلوا معنا حابين ينضموا لهذا المشروع، فأنشأنا شيء اسمه مجموعات غير رسمية، وخاصة الطلاب السوريين الموجودين بالصين اللي كان لهم دور كبير بإيصال هذا المشروع للجامعات الصينية حتى للحكومة الصينية. ثقتنا بتنفيذ المشروع ثقتنا بإمكانياتنا، يعني اليوم نحن ما بدنا أي موارد خارجية بشرية، نحن موجودين كسوريين سواء داخل أو خارج سوريا نحن قادرين على إعادة الأعمار. بطبيعة الحال نحن جزء من هذا الكل يلي هو الجزء الدراسي، في عنا جزء التنفيذ يلي هو المقاولات، في عنا جزء التمويل يلي هو القطاع الخاص، في عنا جزء مهم هو القطاع الأهلي. بتكامل هاي الجهود ضمن إطار حكومي نحن قادرين على تنفيذ هذا المشروع.